من أخبارنا أيضا، عبر مواطن كويتي عن فرحته الكبيرة بقدوم أول مولود له بعد 17 عاما من الزواج. عبر بطريقة خاصة، حيث قام المواطن الكويتي بإشعال الألعاب النارية أمام المستشفى الذي ولدت فيه زوجته مولودهما الأول، ابتهاجا بالمولود الجديد الذي انتظره طويلا، ذلك في منطقة الجهراء في الكويت. ألف مبروك. أعلن